السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد في سوبر ماما. فيديو النهاردة هعمل معاكم ريفيو عن بوتاجازي. البوتاجاز بتاعي انا اشتريت بوتاجاز زانوسي اللي هو الكول ماكس، هعمل لكم ريفيو كامل عنه ان شاء الله وبإذن الله يعجبكم جدا. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تشجعوني باللايك وتعملوا اشتراك في القناة لو كنت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زرار الجرس عشان يصلك مني كل جديد، وتتابعي طبعا بقيه فيديوهاتي عن سلسله جهاز العروسه والريفيوهات عن بقيه اجهزه العروسه باذن الله. دلوقتي هوريكم ريفيو عنه وطريقه تشغيله وازاي بشغله بسهوله جدا وطريقه تنظيفه، وهقول لكم رايي فيه بعد استخدام 3 سنين. بس بصوا انا هعمل بقى بسرعه نسكافيه كده معاكم، مش هياخد مني دقيقه، يعني اللي عايزه تجر الفيديو شويه وتعدي الحته دي براحتها هتبدا في الشرح بتاع البوتاجاز على طول ان شاء الله. بس انا هعمل نسكافيه معاكم بسرعه اهو عشان نبقى مفوقين كده واقدر اتكلم معاكم عن البوتاجاز براحتي، ويلا بينا نشوفه مع بعض. طبعا حطيت النسكافيه عادي زي ما بنحطه اهو، مش هعمله باي حاجه، هعمله نسكافيه عادي باللبن. حطيت السكر والنسكافيه وبعمل لبن في الكنكه، وبعد كده هحطه وخلاص، وهوريكم بقى الريفيو عن البوتاجاز بتاعي. بس يا ريت تشجعوني بلايكات كتير كتير كتير، وايه وان شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا بينا نبدا. بصوا يا بنات، انا البوتاجاز بتاعي زانوسي، انا جبته زانوسي اللي هو كول ماكس، اللي هو زي مكتوب كده قدامكم السيفتي ماكس ده، شايفين؟ وانا جايبه اللي هو 4 عيون. انا كانت المساحه عندي ممكن ان انا يعني اكبر، لان انا مختاره المطبخ ومختاره كل حاجه، بس انا حبيت البوتاجاز الصغنن ده اللي يبقى على قد ايدي كده، وتقدري يعني احنا ال5 عيون دي احنا مش بنستخدمه، هي بس الميزه في ال5 عيون ان الفرن بتاعه بيبقى واسع قوي، ممكن تحطي صينيتين جنب بعض من في الرف فوق الرف على الشبكه يعني، وصينيتين على الفرن نفسه من تحت. بس انا دوت الحمد لله كويس جدا معايا وما كانش مضايقني خالص، والفرن بتاعه والساعه بتاعته كانت كويسه، بيشيل برضو مقاسات كبيره، يعني مقاس كبير هوريه لكم دلوقتي، وهو اسمه الكول ماكس، والحوامل بتاعته دي زهر، الحوامل بتاعته زهر، هي بتبقى تقيله كده وعريضه غير الحوامل التانيه، واللي هو الستانلس بتاعه انا مختاره المط، هتلاقوه احلى. انا بصراحه بحس ان الاستانلس اللي هو المط بتاعه احلى من اللي هو اللي بيلمع ده، ما بيبقاش عاجبني قوي، وبعدين بيتخربش كتير جدا من التنظيف، ولو نظفتيه بسلك او نظفتيه باي حاجه بيبقى متخربش خالص كده، بيبقى شكله مش حلو ابدا. فانا عجبني اللي هو المط، شايفين شكله؟ تحسي ان هو يعني ما شاء الله لسه جديد، انا يعني بقالي 3 سنين بستخدمه وما شاء الله كانه جديد زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ده بيرجع لك انت في استخدامك، وبيرجع ان انت بتحافظي على حاجتك، وان انت دايما بتنظفيه وما بتحاوليش انت تبهدلي الدنيا، فهيرجع. وكمان برضو النوع بتاعه انت مختارة، انا الحمد لله ما شاء الله النوع دوت حلو جدا، حلو جدا معايا في التسوية، وفي برضو الشبكة بتاعته. هوريكم الفرن دلوقتي. بصوا عموما هو شكله كده كله اهو زي ما انتوا شايفين، عايزة اوريكم شكله كويس اهو. يعني بصوا اول حاجه هوريكم حاجه عشان ما كنتش بعرف اشغلها، العيون بتاعته اللي هو الامان الكامل، ان العيون بتبقى بصي ما تيجي تشغليها ما بتشت يعني تشتغلش، ليها طريقه معينه، الاشعال الزيتي بتاعها ليه طريقه معينه، عشان خاطر حتى لو انت يعني الاكل فار وطفالك النار، الغاز ما يبقاش شغال، بيقفل لوحده تلقائي. تمام، النار لو كانت شغاله، لو النار اتطفت الغاز بيقفل على طول لوحده، وكمان او طفل مثلا لعب لك في البوتاجاز وكده او لف العين ما بتتفتحش، بتبقى مقفوله، يعني بتاخد اقل من ثانيه كده وتلاقيها قفلت لوحدها، هي دي الامان الكامل. وده بيبقى حلو جدا مع الاطفال وانصح بيه جدا، لان انت الواحد فعلا بيبقى محتاج الحاجه اللي فيها امان. بصي بقى بتشغلي العين بتاعته ازاي، اول حاجه بتدوسي كده كتير وتفضلي تلفي فيها حبة كده على ممكن 5 ثواني كده ولا حاجة، بعدها تشيلي هتلاقيها اشتغلت. بصوا هجرب لكم في الصغننة دي، بتفضلي ضغطة كده. بصي هوريكي لو انتي ما ضغطتيش هتعملي كده، بصي لا دي عشان لسه شغالة فطبعا اشتغلت بسرعة. هجرب لكم في العين التانية اللي جوه،
بصي كده يعني اللي جوه دي، لو ما ضغطتيش، لو بصي ضغطت ضغطه واحده صغيره بتتقفل بطريقه معينه، لازم تدوسي عليها لجوه على الاخر كده، لازم تدوسي ثلاث ثواني كده ولا حاجه وتلاقيها راحت اشتغلت بطريقه معينه. لو انت عملتيها على الهوا كده من غير ما تبقى كده كويسه، هتلاقيها بصي بتقفل، ليها طريقه معينه تشغليها بيها. ودي شكل العيون بتاعته اهي وهي شغاله، تمام. تعالوا بقى نشوف ده بالنسبه للجزء اللي فوق، قلت لكم المميزات بتاعته والعيوب. انا بصراحه شايفه ان الحمد لله ما فيهوش عيوب قوي، هي بس الحوامل الزهر دي بتبقى تقيله شويه ومتعبه في التنظيف، بتبقى تقيله شويه ومتعبه في التنظيف. يلا بقى اوريكم الفرن. ودلوقتي في حاجه برضو ميزه حلوه جدا فيه، ودلوقتي في ميزه حلوه جدا فيه، ان انت بتقدري تشغلي الفرن والشوايه مع بعض، ودي حاجه وكله اشعال زيتي، يعني انت مجرد ضغطه واحده بتشغلي الفرن وضغطه واحده بتشغلي الشوايه. تعالى اوريكم بتشغلهم ازاي. بصوا ده طبعا الفرن من جوه، في مروحه، ودي اهم ميزه بالنسبه لي ان في مروحه بتوزع الحراره على الاكل كله، يعني انت لو حاطه الاكل تحت او حاطاه فوق، في المروحه دي بتوزع لك درجه الحراره على الاكل كله، وليها برضو طريقه بتعرفي تشغليها بيها. بصي انا لو عايز اشغل الفرن دلوقتي اهو، ده الزر بتاع الفرن مكتوب عليه ارقام كده، هتلاقي الفرن اشتغل تحت اهو، شايفينه ده كده الفرن، تمام اهو اشتغل. عايزه تشغلي مروحه بتضغطي كده وتلفيها الناحيه دي كده، هتلاقي المروحه اشتغلت جوه، تمام. نقفل بقى الفرن، نقفل المروحه. تعالى اوريكم بقى بنشغل الشوايه ازاي. ثانيه واحده، بصوا بقى عايزين نشغل الشوايه. بسم الله، اهي ادي الشوايه اشتغلت معاكم زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده يا جماعه، دي شغلت لكم الشوايه وشغلت لكم كل حاجه، وشفتوا كل حاجه بقت تمام، بس كده. وده كان طبعا اختياري انا هقول لكم النور بتاعه اهو، ده النور بتاع الفرن، وزي ما انتم شايفين كده مقاسه مش صغير ومش كبير، هو مظبوط ما شاء الله، حلو جدا وحلو وسهل معاكي في التنظيف، تقدري تخلعي كل حاجه تنضفيه وترجعيها تاني، وطبعا معاه السجق. وانا شغلت العيون اهي عشان تشوفوها، قولوا لي ايه رايكم فيه بقى. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي باي.